يا اللي معانا صباح الخير، صباح كل حاجه حلوه يا رب. ومنتصف خلاص الاسبوع، الاسبوع فعلا بيجري بسرعه جدا، لكن الاحداث يمكن ربما الفتره دي مش سريعه او وترها مش سريع، لكن خلاص في غضون تقريبا اقل من 10 ايام هنبدا باذن الله موسم جديد، وبما يحمله بقى من كل الكواليس والضغوطات والتفسيرات اللي احنا اكيد هنناقشها على بس مش قناه مش 10 صبح في الاهلي، اكيد على قناه الاهلي صباح الفل وحلقه جديده. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، اهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. حضراتكم اكيد حافظين معانا وعارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي في الساعة الأولانية. المختلف بقى النهارده في الساعة الثانية هيكون عندنا فقرتين، الفقرة الأولى هتكون عن أبطال الرياضة في الجامعات، فرصة عظيمة إن احنا نتعرف على الفئة دي من الرياضيين، وتاني فقراتنا وده تحديدا اللي أقصده بكلمة مختلف إلى حد كبير هتكون فقرة عن أغاني النادي الأهلي اللي عملوها مجموعة من عشاق النادي، هيكون حاضر معانا منهم المطرب أدهم علي وكمان محمد عواد وهو بالمناسبة سيناريست ومشرف على عدد من أغاني النادي الأهلي اللي أكيد هنسمعها ونسعد بيها مع حضراتكم في الفقرة دي. طيب ده الجزء الاولاني من الفقره الثانيه. الجزء الثاني النهارده معانا سؤال السوشيال ميديا، هو بيتكلم او السؤال كده تحديدا تقييمك لاول مباراه لفيتوريا مع المنتخب وتوقعات كمان مباراه مصر وليبيريا. وعلى فكره اللي هيتوقع صح هيبقى فيه ان شاء الله سحب. بجد والله هيبقى فيه سحب وان شاء الله يبقى فيه يعني جوائز، بس برضو بتبقى جوائز رمزيه بس بتبقى اكيد ليها علاقه بالنادي الاهلي. فابعتوا لنا من دلوقتي توقعاتكم ورايكم في الاداء لحد هذه اللحظه. طبعا صعب الواحد يا كريم برضو يتوقع، او مش هقول يتوقع، صعب حد يقيم اداء مدير فني لسه انت بتتكلم ما فيش يعني مباراه او اتنين اللي لعبت، ولكن برضو الواحد بيبقى يا متفائل يا بيبقى عنده بعض الظنون، بيبقى عنده بعض التشككات. فيتوريا لحد دلوقتي خلينا نقول مقارنة بما سبق وكيراش وغيره، لا في ناس كتيرة جدا متقبلة فكرة فيتوريا، في ناس كتيرة جدا عندها أمال أكتر بكتير من أيام كيراش، مع العلم برضو أن كيراش لم يكن المدير الفني الضعيف أبدا. كيراش يمكن ما حققش اللي احنا كنا بنتمناه، ما حققش اللي كان بينه وبين يعني مصر في التعاقد اصلا يعني، لكن في الاول وفي الاخر انت طورت الى حد ما برضو في المنظومه يعني في الفتره برضو او within زي ما بتقول الفتره اللي انت كنت معانا فيها. نتمنى ان شاء الله الوضع يختلف تماما مع فيتوريا، لان هذا الرجل كان قادم لينا منذ اليوم الاول وبيتكلم ان انا عندي 1 2 3 4 في اجنده انا ماشي عليها، في امور مختلفه عايزه اطورها في الكره المصريه، في لعيبه محتاج ان انا اقيمها من جديد، فكره الاعتماد برضو على المحترفين يا كريم مش ثقافه اللي هي المعتاده بتاعه ان انا هنزلهم واعتمد عليهم وبس، لا هو قال لك الفريق كله او المنتخب كله عندي مهم. ففي بعض التاكتكس، في بعض الافكار اللي ربما تكون شويه بتدي مؤشر ان فيتوريا ربما التجربه بتاعته هتبقى مختلفه فعلا وبشكل ايجابي مش مختلفه بشكل سلبي. ده اللي نتمناه كلنا، وخصوصا ان هو جاي على مشروع متكامل، يعني يمكن من ضمن الفروقات اللي بينه وبين سابقيه ان هو جاي على مشروع متكامل الاركان. أيوة المفروض انه معني بتطوير، على نفس التعبير اللي انت قلتيه، تطوير كره القدم المصريه بشكل عام. اكيد كره القدم المصريه من وجهه نظره هتبقى ممثله في المنتخب، لكن اكيد برضو وده اللي احنا تابعناه مع حضراتكم الفترات اللي فاتت وعلى اكتر من صعيد، لا في شغل شغال على الارض لتطوير المنظومه بشكل كامل، واحنا مش عايزين حاجه اكتر من كده. احنا نتمنى حد يكره. نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا، لان الخبر الاولاني ده خبر مهم جدا. احنا هنتكلم عن فكره هنا بقى الحاجه او الروح اللي كانت موجوده للاهلاويه امبارح، وفكره هنا الاطمئنان شويه برضو على تشكيل مجلس اداره جديد لشركه الكره. وعقدت الجمعيه، خليني اقول لحضراتكم، العموميه لشركه الاهلي لكره القدم، كان اجتماع مفروض اطلق عليه اجتماع غير عادي كان امبارح، وتم تكليف المهندس عدلي القيعي برئاسه الشركه. دي كانت مفاجاه كريم برضو جميلة، مفاجأة كتير جدا جميلة. ولكن مفاجأة صار، ما في مفاجآت بتبقى مش سارة. دي كانت مفاجأة سارة. وكمان العضوية، خليني أقول لحضراتكم بالأسماء، خالد عبد القادر صاحب الخبرات طبعا الكبيرة جدا في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، والاختيار كمان كان وفقا لرؤية الجمعية العمومية بضرورة وجود هذا التخصص واللي بتحتاجه صناعة، هنا بنتكلم كرة القدم في العموم، هيساعد أعتقد كتير جدا في خلق كمان موارد مالية من خلال أفكار بنتكلم غير تقليدية. وكمان عايز أقول لحضراتكم الأسماء الأخرى اللي
اللي ضمتها، ضمت العضوية أيضا المهندس أحمد حسام عوض، هو أحد هنا الكوادر الشابة بالنادي والمتميزة جدا بصراحة، وهو حاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف هنا المجالات، فبرضه قامة كبيرة جدا. وعلى فكرة خليني أقول لحضراتكم، هو كان كمان رئيس لجنة الشباب بالنادي، وبعد كده تم تعيينه من الفيفا عضو باللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، ده قبل ما يتولى أصلا المجلس أو قبل تولي المجلس الحالي. فإحنا بنتكلم إن شاء الله يعني أسماء كبيرة، نتمنى إن هي بقدر حجمها إن هي تقدم برضو يعني العديد والكثير مع النادي الأهلي. شركة الكرة أعتقد كيان في غاية الأهمية، ومنتظرين منه كتير جدا في الفترة والموسم أكيد الجديد، فكل التوفيق إن شاء الله كمان. ومبروك مرة تانية للبشمهندس عدلي إرقيع، أكيد يعني زي ما بتقال كده اسم قد البوزيشن، يعني نقدر نقولها كده. بصي، اسم الباشمهندس عادل القيعي لازم يتوقف قدامه الحقيقه، ويتوقف بكتير من التقدير والاحترام، لان هذا الرجل بعيدا بقى عن الجزئيه المتعلقه بالمناصب، خلينا نتكلم عليه على المستوى الشخصي والانساني. شخص محترم ودمث الخلق، وعلاقته طيبه جدا 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 بالكل بالمعنى الحرفي، وكلماته دايما فيها اطراء وفيها مجاملات لطيفه جدا للصغير قبل الكبير. هذا الرجل الحقيقه يعني عودنا كمان على ان رايه او وجهه نظره في اي امر من الامور غير قابل للتغيير، غير لو حد اقنعه، لكن ما دون ذلك هو دايما عنده ثبات على المبدا. يعني غير تفصيله كده، هي تفصيله في منتهى الاهميه الحقيقه، فكره ان هذا الرجل تحسه كده، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من زمان، تحسه انه عايش بالاهلي وللاهلي. يعني بسم الله ما شاء الله، رحله عطاء امتدت لاكثر من حوالي 50 سنه في النادي الاهلي تقريبا في كل المناصب. طبعا ذكريات معظم جماهير النادي الاهلي معاه متعلقه بالصفقات الناجحه بل والعظيمه، اللي كان عنده قدره استثنائيه دايما على ان هو يخلصها في جلسه واحده، غير انه طبعا اشتغل اكيد مع مجالس ادارات كتيره، وكان دايما بيقول انا محسوب على الاهلي فقط، انا مش محسوب لا على مجلس اداره ما ولا على اسم ما ضمن اسماء اعضاء مجلس الاداره، انا محسوب على الاهلي وبس. والحقيقه دي حاجه حقيقيه مليون في الميه. حقيقي هذا الخبر اسعدنا كلنا، لان الباشمهندس عادل القيعي والنادي الاهلي رحله عطاء متبادله لا تنتهي، وعشان كده الحقيقه فرحنا جدا كلنا بهذا القرار اول ما سمعنا عنه بالامس. وطبعا كل اللي احنا يعني قلناه ده يعتبر نقطه في بحر كلام كتير في سيره ومسيره الباشمهندس عدلي القيعي. تعالوا نتعرف على جانب أكبر نسبيا منها من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. على مدار أكثر من 110 أعوام منذ نشأة القلعة الحمراء، تعاقب عليها عشرات بل مئات من أبنائها الأوفياء الذين نالوا شرف خدمة الكيان، وأفنوا كل وقتهم وبذلوا كل جهدهم من أجل رؤية نسر نادي الوطنية محلقا في سماء الكرة المصرية والقارية والعالمية. من بين هؤلاء وأكثرهم إخلاصا وعشقا للكيان المهندس عدل القيعي، والذي تم تعيينه رئيسا لشركة الكرة بالقلعة الحمراء استمرارا في رحلة العشق والعطاء المتبادل بينه وبين الأهلي. 50 عاماً وأكثر هي مسيرة دينامو الصفقات، والرجل صاحب كلمة السر في العديد والعديد من انتصارات النادي الأهلي عبر تاريخه، بداية من حقبة السبعينيات مروراً بذهبيات إفريقيا في الثمانينيات، ثم السيطرة على الدوري في التسعينيات والعودة من جديد لمعانقة الأميرة السمراء، ثم الوصول إلى العالمية في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة. لا نستطيع أن نختذل نجاح القيعي في منصب محدد، ففي عام 1965 تولى منصب مدير تنس الطاولة في النادي الأهلي، وأصبح عضواً بمجلس إدارة القلعة الحمراء في عام 1975، وفي عام 1985 تولى منصب مدير النشاط الرياضي بالنادي، ثم مدير عام النادي والمتحدث الرسمي عن قلعة الجزيرة في عام 1993. وبرغم عمله مع مختلف مجالس الإدارات، إلا أنه كان دائم القول أنا محسوب على الأهلي فقط. نجاح القيعي لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد أن كان صاحب فكرة مجلة الأهلي عام 74، كان أول من أنشأ إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001، ثم مستشارا للجنة الكرة المسؤولة عن التعاقد مع اللاعبين،
ونجح في التعاقد مع العديد من النجوم المصريين والأجانب الذين حققوا إنجازات تاريخية مع المارد الأحمر. واستمر عطاء القيعي رياضياً وإعلامياً مع الأهلي ليصبح مستشاراً للتعاقدات مع المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، حتى أعلن ثعلب الصفقات اعتزاله العمل الرسمي في الأهلي، تاركاً خلفه تاريخاً عظيماً من العطاء والانتماء والنجاح في كافة المناصب. إلا أن الجمعية العمومية لشركة الأهلي وجدت أن الاختيار المناسب لرئاسة الشركة هو المهندس عدلي القيعي. كل التوفيق ليه الباشمهندس عدلي القيعي، وكل التوفيق إن شاء الله لشركة الكرة فيما هو قادم، مسؤولية كبيرة جدا. نتمنى إن شاء الله يكون الأداء يعني مرضي كمان لجماهير النادي الأهلي. وختاما قبل بقى ما ننتقل لخبر تاني برضو، يعني كلمة في حق الباشمهندس عدلي القيعي، وطبعا ولاده أصدقائي يعني على المستوى الشخصي طبعا سواء منا أو محمد، بس مش دي النقطة. النقطة إن أنا فاكرة كريم الموقف أول ما كان بعد التطوير لقناة الأهلي وعشر الصبح في الأهلي، كان لسه ما بقلوش تقريبا أسبوع يعني طالع على القناة، وكنا لسه فريش جدا ولسه في الأول، وطبعا في الأول كان لسه الدنيا مش زي دلوقتي. طبعا الواحد كان لسه مقلق، كان حابب ان هو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، الناس تحب البرنامج، فالفترة دي كنا مشدودين فيها جدا. لكن كان فاكرة جدا باشمهندس عدلي القيعي كلمني وكلم كريم في التليفون، وقعد يشكر ويثني على البرنامج وعلى أدائنا إلى آخر. فرقت بشكل كبير جدا. الدعم المعنوي خلي بالك بيفرق جدا، خصوصا لما بيجي من قامه كبيره. وهو ما كانش بيجامل حتى، انا فاكره كويس قوي هو كان بيقول لي نهاند على فكره انا ما بجاملش، ما بعرفش اجامل. قلت له يا باشمهندس انا عارفه. قال لي بجد ربنا يوفقكم والبرنامج جميل وانتوا مع بعض عاملين كيمستري حلوه. فدي انت طبعا فاكر برضه كرم اخلاقه المعهود، والحقيقه حاجه عظيمه جدا. وفعلا فكره ان احنا نتكلم عن حد بقيمه وقامه الباشمهندس عدلي القيعي، لا ده احنا عايزين نفرد له الحلقه من بابها الحقيقه. فطبعا بنتوجه ليه بكل التهاني، وما عندناش ذره شك في ان شاء الله باذن الرحمن الامور في عهده ستسير في الطريق الصحيح باذن الله. نكمل بقى مع حضراتكم زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه عن سؤال السوشيال ميديا، خلينا كمان نتكلم النهارده لان عندنا مباراه منتخب طبعا مصر وليبيريا، هتكون الساعه 8 بالظبط على استاد برج العرب بالاسكندريه. وخليني اقول لحضراتكم طبعا زي ما احنا متابعين، المنتخب كان نجح في تحقيق فوز كبير جدا على النيجر، كان بثلاثيه كان دون رد في المباراه طبعا الوديه اللي كانت يوم الجمعه اللي فات على استاد برضو الاسكندريه. وفي اطار هنا بنتكلم الاستعداد برضو ل يعني استئناف التصفيات الافريقيه بقى المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه لعام هنا 2023. سجل ثلاثيه المنتخب طبعا كل من محمد صلاح تحديدا كده بقى، هقول لحضراتكم برضو في الدقائق كانت الدقيقه 42، بعد كده مصطفى محمد اللي كان برضو جول اكثر من رائع بصراحه في دقيقه 55، وبعد كده صلاح حقق الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67. سو فار نقدر نقول كلام محترم، سو فار نقدر نقول أداء كويس. اعتقد ان النهارده كريم محمد صلاح مش هيكون موجود طبعا، احنا قلنا الخبر ده امبارح. وبرده فكره ان فيتوريا محتاج ان هو يريح، وبرده هي مباراه مش الاصعب، احنا محتاجينه في المباريات القادمه. فده سوفار الجديد، فنتمنى ان شاء الله يكون في اداء حلو، لان برده خلي بالك من حاجه، دي مباريات وديه اوكي يعني مش فارقه خالص، لكن انا طالما هي مش فارقه مش فارق بقى معايا، يعني طالما هي مش فارقه انا بقى من الناس اللي باخد الفكر ده، مش فارق معايا السكور على قد ما فارق معايا أداء، طالما هي مش هتفرق صحيح في النتيجة. فعايزين نشوف إن شاء الله كرة حلوة، ونبتدي نفهم بقى فيتوريا على الملعب، فكره والتاكتكس بتاعته طبعا. يعني الكيمستري ما بينه والتفاهم ما بينه ما بين اللعيبة وما بينهم ما بين بعض، ده أكيد هيفرق بشكل كبير جدا. مليون في المية. وبمناسبة إن أنت فتحتي باب الكلام عن إفريقيا، عايزين نقول لحضراتكم إن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وبشكل رسمي استبعاد نادي فولكان كلاب بطل جزر القمر من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد فشله في السفر وحضور مباراة إياب الدور التمهيدي الأول أمام بطل السيشل، وتم رفع الأمر إلى اللجنة المنظمة لمسابقات الكاف للأندية. ووفقا للوائح قررت اللجنة اعتبار نادي فولكان خسران لهذه المباراة، كما جرى استبعاده من المواجهة. وتابع كمان بيان الكاف من واجب الفريق الزائر إجراء ترتيبات سفره بطريقة تمكنه من الوصول إلى مكان المباراة في وقت مناسب
قبل تاريخها، واختتم هذا البيان بكلمات: يتأهل فريق لاباس باتل سيشل تلقائيا للدور التمهيدي الثاني ال 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. طبعا عايزين نقول لكم انه بيتنافس في هذه النسخه الحاليه من بطوله دوري ابطال افريقيا 11 فريق عربي هيخوضوا، او البعض منهم هيخوض مواجهات مباشره في دور ال 32. هيلعب مثلا الاهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي، والاهلي اهلي طرابلس هيلاعب المريخ السوداني، وهيواجه الوداد المغربي ريفرز يونايتد النيجيري، وهيلعب الرجاء البيضاوي قدام نجلك النيجيري، وهيلتقي الترجي التونسي مع بليتو يونايتد النيجيري، وشبيبة القبائل الجزائري هيلاعب كارا التوجولي، وشباب لوزداد هيلاعب ديجوليا المالي على حسب ما انا فاكر، بس انا خايف اكون قلت لكم حاجه مش مظبوطه، والهلال السوداني هيلاعب يانج افريكانز التنزاني، وهيلعب الزمالك امام فريق البوروندي. طبعا تمنياتنا لكل فرقنا المشاركه بالتوفيق ان شاء الله، وعايزين نتفرج على كوره حلوه بقى باذن الله. والله دي نقطة كويسة جدا. بس عودة للأهلي والاتحاد المنستيري، تاني احنا قلنا الكلام ده، ولكن لازم نؤكد ان هي مباراة من وجهة نظر يا كريم لن تكون بالسهلة ابدا. الاتحاد المنستيري برضو تاني فريق تقيل جدا، فكرة ان هو يحقق الموسم اللي فات عنده هذا النجاح في الدوري التونسي ويبقى ترتيبه التاني ويبقى فيه تنافسية بهذا الشكل، ده شيء غير مسبوق للاتحاد المنستيري. فده دايما انا بقلق من الانديه اللي هي بتبقى ربما عندها ركود او مستواها مش قوي وبعد كده مستوى بيعلى بشكل كبير. خلي بالك هنا التشالنج او المنافسه او التنافسيه بتبقى عاليه وبتبقى اكبر بكتير جدا من اي نادي في القمه، لان النادي اللي في القمه بيبقى خلاص هو مطمن، هو عارف يعني، بيبقى الى حد ما مرتاح شويه. لكن النادي اللي هو بيصعد، النادي اللي بيحقق، النادي اللي بيختلف في الاداء وفي الرانكينجز وفي الترتيب وغيره، ده بيبقى اشد خطوره. فهيكون او هتكون مباراه قويه جدا، لكن احنا بقى هنشوف الاهلي هيعمل ايه. احنا برضو عندنا كل الثقه باذن الله ان شاء الله يعمل كل خير باذن الله. بص اقول لك على حاجه، قولي. اللي فات مش هيجي زيه بقى خلاص. يعني اللي راح ده الموسم اللي فات، يعني ما اعتقدش ان هو ممكن يكرر في الفتره على الاقل القادمه القريبه، يعني لان كانت حاجه فعلا استثنائيه وغير مرغوب فيها. بس احنا امبارح يعني لو تفتكري اتكلمنا وقلنا ان ده حصل قبل كده اكتر من مره عبر التاريخ طبعاً. حتى لو حصلت كبوه في موسم في موسمين ورا بعض بتردي بعديهم بالسبع والثمان. هو ده في تاريخ النادي الاهلي يعني حصل قبل كده طبعا. والعوده بتكون اقوى، يعني احنا مش قلقانين، لان صحيح. تاني لما يجي تتكلم في نقطه بتتكلم او بترجع فيها للتاريخ، التاريخ هو اللي بيتحدث، هو اللي أكد، مش آرائك الشخصية دلوقتي أو أنت شايف نفسك إزاي، تاريخك هو إزاي. تاريخ النادي الأهلي بيقول حتى الكبوات اللي هو مر بيها قدر أن هو بيعود مرة تانية، ومش بيعود بس، هو بيعود بقوة. ممكن تعود عادي، لا إحنا بنعود بقوة. فده بس على فكرة برضو مش بيحدث مع النادي الأهلي لوحده، قلنا ده بيحدث مع أندية العالم كلها، كل الأندية بتمر بهذه الكبوات على فترات مختلفة. ادينا مثال بأندية كتيرة منهم، برشلونة على سبيل المثال. هذا النادي العظيم اللي قعد سنوات طويلة جدا يعني متربع على القمة بأسماء كبيرة جدا بتشارك فيه أو منضمة ليه أو بتمثله، وبعد كده شفنا من سنة إزاي كان في مشكلة، والموسم اللي فات كان عندهم أزمة اقتصادية لحد دلوقتي تبعاتها موجودة، يعني مع طبعا الصفقات والميركاتو الأخير ربما الموسم الجديد هيكون فيه أداء مختلف. لكن شفنا مانشستر يونايتد. فأنت عندك برضو ده بيحصل، ده الطبيعي حتى على المستوى الشخصي، ما فيش بني آدم على طول على القمة، يعني هي دي سنة الحياة، فده أمر طبيعي جدا. نروح مع حضراتكم بعد كده بقى لانطلاق النسخة السادسة من البطولة الإفريقية للأندية، وهنا طبعا ده استكمالا لسلسلة البطولات الدولية اللي بتقام على أرض مصرية بشكل يعني كمان محترم جدا وبشكل نموذجي، ده اللي احنا عايزين نقوله. البطولة الأفريقية للأندية للووشو كونغ فو طبعا عايز أقول لحضراتكم، يعني هي بدأت امبارح في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وهتستمر لغاية يوم 31 سبتمبر بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 9 دول إفريقية. خليني أقولهم لحضراتكم سريعا: الجزائر تونس وليبيا ونيجيريا ونيجر وكوديفوار واوغندا ورواندا ومصر، وطبعا هي الدوله المستضيفه. باجمالي هنا 27 نادي يا كريم برضو بلغه الارقام. طبعا استضافه مصر للبطوله دي الثاني تعتبر يعني لما تمتلكه مصر من منشات وامكانيات رياضيه بتؤهلها لاستضافه الاحداث الرياضيه كلها اللي متاحه على الساحه. احنا ما عندناش مشكله ان احنا نستضيف كل البطولات عندنا، انت عندك بنيه تحتيه رياضيه كمان اصبحت يعني فيها نوع من التنافسيه الشديده جدا مع دول كبرى ربما كمان بتسبقك بإمكانيات كتيرة جدا وتكنولوجيا على الأرض
يعني بسنوات مختلفة خلينا نقولها، لكن دلوقتي أصبح في تنافسية على الأرض، وده اللي بيفرق يا كريم بشكل كبير بتهيألي. ده احنا مش بس كده، احنا عدينا كمان المرحلة دي. لو هرجع بيكي بالزمن لبطولة 2020 العالم، لا فاكرة كأس العالم لكرة اليد أو بطولة العالم لكرة اليد واستحداث مصر لنظام الفقاعة الطبية، وكانت محور حديث الدنيا كلها، وتم استنساخها في بطولات تانية. يعني احنا مش مجرد بقينا يعني راس براس مع الدول العظمى في دنيا ترتيب البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، احنا كمان عديناها في بعض الأحيان، فطبعا ده شيء عظيم جدا. خلينا برضو نكلمكم عن انطلاق حصل بالأمس للمسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في البولينج، والمقامة في المركز المصري للبولينج في القاهرة، والمستمرة حتى يوم الثلاث اللي هو النهاردة إن شاء الله آخر أيامها، بمشاركة 115 لاعب ولاعبة من محافظات مصر المختلفة. عايزين نقول لكم إنه المسابقة دي هي اللي هتؤهل إلى الانضمام للمنتخب المصري اللي هيشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها في مدينة برلين الألمانية 2023. حاجة عظيمة جدا، وإن شاء الله مستنيين مشاركة قوية للاعبتنا المصريين في هذه المسابقة بإذن الله. كلام محترم جدا. طيب يا حضرات اسمحونا نطلع فاصل سريع، ومجرد العودة هنتابع معاكم آخر المستجدات في النادي الأهلي، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره كمان، واسمحوا لنا بس قبل ما نروح لاخبار النادي الاهلي اكيد عايزين ننوه عن سؤال السوشيال ميديا، لان ممكن الناس تكون لسه يعني حضرانا من دلوقتي ما حضرتش الحلقه من اولها. السؤال النهارده بنقوله لحضراتكم: تقييمك لاول مباراه لفيتوريا مع المنتخب، وتوقعاتك لمباراه مصر وليبيريا. وهفكركم تاني، اللي هيجاوب او يتوقع صح هيبقى فيه في الاخر سحبه على الاسماء، وهيبقى فيه جوائز رمزيه بس طبعا ليها علاقه بالنادي الاهلي، فبعتوا لنا بقى من دلوقتي لسه في وقت. جميل، نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تعرفنا اخر الاخبار واخر المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته. مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر ان التمرين النهارده يكون على فتره واحده، المران هيكون الساعه 5 مساء، ده طبعا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. الفريق متبقي ليه مباراه وديه واحدة قبل انطلاق الموسم الجديد، هتكون يوم 29 أمام فريق طلائع جيش. طبعا زي ما احنا عارفين أن الفريق خاض مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام فريق بتروجيت وانتهت بنتيجة 5-1 لصالح النادي الأهلي، والثانية كانت أمام فريق أسوان وأيضا انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. أمس كمان الفريق كان بيواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد، المران كان في فرع مدينة نصر. مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كالعادة كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، عشان بقى يحدثهم عن بعض الامور الخططيه والفنيه الخاصه بالمرحله القادمه. بعد المحاضره الفريق تم تقسيمه لمجموعتين، المجموعه الاولى خاضوا تدريبات بدنيه في صاله الجيم وجري حول الملعب، والمجموعه الثانيه ايضا قامت بعمل تدريبات بدنيه واخرى فنيه بالكره، كل ده استعدادا للموسم الجديد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يكون موسم استثنائي مليء بالبطولات والانجازات للنادي الاهلي. يعني طبعا كلنا بقى منتظرين نشاهد الفريق الاول لكره القدم مره ثانيه. دي اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح لاخبار الالعاب الاخرى، ونبدا بتنس الطاوله. وقائمه منتخبنا الوطني بتتزين بسداسي النادي الاهلي للمشاركه في بطوله العالم اللي هتكون مقامه في الصين. سداسي النادي الاهلي هم اللاعبه دينا مشرف، اللاعبه هنا جوده، شادي مجدي، محمد البيلي، محمد شومان، ويوسف عبد العزيز. البطوله هتبدا منافستها يوم 30 سبتمبر حتى يوم 9 اكتوبر. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، زي ما هم عودونا دايما الحقيقه بيكونوا مشرفينا في جميع المحافل العالميه والدوليه. ان شاء الله كمان هذا الموسم يعملوا بطوله عالم قويه جدا ويقدموا اداء بيليق باسم مصر. نروح بقى دلوقتي للعبة الووتر بولو، ورجال الووتر بولو بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة في بطولة كأس مصر. المباراة القادمة هتكون أمام فريق المعادي، هتكون في نادي هليوبلس. يعني طبعا الفريق كان افتتح مشواره في بطولة كأس مصر أمام فريق هيئة القناة، عمل مباراة كبيرة جدا. المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، قدر يفوز في المباراة بنتيجة 23-10. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء
بدأوا يقتنصوا بطولة كأس مصر هذا الموسم. واستكمالا للحديث عن أخبار الفرق الرياضية المختلفة، خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. ورجال كرة اليد النهاردة هيكون عندهم آخر مران قبل بطولة أفريقيا، يعني الفريق هيغادر غدا لتونس استعدادا للبطولة الإفريقية. طبعا البطولة الإفريقية هتكون منافساتها من يوم 30 سبتمبر حتى يوم 9 أكتوبر. بنتمنى لهم كل التوفيق، فريق بيستعد بشكل قوي جدا، عندهم هدف واحد بس وهو اقتناص البطولة. كمان بقى خليني أقول لجميع مشاهدين عن مجموعة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية. الأهلي بيقع في المجموعة الثانية برفقة كل من الترجي التونسي، جي اس كي الكونغولي، فلاورز البنيني، وفاق عين التوتا الجزائري. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد، إن شاء الله هم أيضا يقدروا يقتنصوا البطولة. نروح كمان بقى لسيدات كرة اليد اللي بيواصلوا استعداداتهم النهاردة للمباراة القادمة. المباراة القادمة هتكون أمام فريق مدينة نصر يوم السبت القادم ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباراة. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة السلة. ورجال كرة السلة أيضا بيستعدوا بشكل قوي جدا لبطولة العربية، عندهم هدف واحد بس هو الحفاظ على لقب البطولة العربية للسنة الثانية على التوالي، يعني بيتمرنوا طبعا بشكل مستمر ودائم. الحقيقة في روح عالية جدا في الفريق، زي ما قلت هدفهم هو بس اقتناص البطولة. الفريق هيغادر للكويت يوم 3 أكتوبر، متبقي بس الفريق مباراة ودية واحدة هياخدها أمام فريق سموحة، هتكون يوم 29 سبتمبر، هتكون هنا بصالة الأمير عبدالله فيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 6 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يقدموا بطولة قوية، عندنا ثقة طبعا كاملة في رجال كرة السلة. كمان بقى سيدات كرة السلة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق مصر للتأمين، مباراة هتكون الساعة 8 مساء في مركز شباب الجزيرة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. سيدات كرة السلة كانوا خاضوا المباراة الأولى في البطولة أمام فريق مدينة نصر وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 83-38. المباراة الثانية كانت المفروض هتكون أمس أمام فريق الغابة، لكن الفريق انسحب من البطولة. النهاردة بقى هتكون المباراة الثالثة زي ما قلت أمام فريق مصر للتأمين، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. دي أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان يا نهواندو يا كريم، خليني بقى نقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما عودناكم دايما. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في المقر منذ الصباح الباكر، درجة الحرارة دلوقتي يمكن مرتفعة شوية 32، وبعض الأعضاء كمان بيمارسوا الرياضة خصوصا طبعا رياضة المشي في التراك، بيبدأوا يومهم بقى بنشاط طبعا وطاقة إيجابية. يعني دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي النهاردة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا، شكرا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على التغطية الجميلة دي. طيب يا حضرات، دي كانت أخبار النادي الأهلي، إيه بقى أخبار الصحافة الرياضية؟ هنعرف أخبار الصحافة، بس أنت سمعت 32 دي؟ الجو حر، بتقول لك ما لسه، خلي بالك بص دي خلاص بقى اللي هي بيسموها ايه، حلاوه روح ان شاء الله كلها على حاجة ايام وندخل في الاجواء الحلوه. حاجه انا بعملها كل سنه، انا بشتي دلوقتي خلاص مع نفسي كده والله العظيم. طب انت عارف حر وعرق السين، طب انت عارف انا الصبح جايه لابسه ايه؟ لابسه سويتشيرت والله العظيم بكابيشون كمان، بس ما كانش الجو ساعة يعني ما كانش ساعة خالص. طب بتعملي في نفسك كده؟ انا قررت الشتاء يجي، ما هو انا عايزه الشتاء يجي والشتاء ما بيجيش، فانا قلت هعمل الشتاء انه جه والله كلامك بجد. والسنه اللي فاتت برضه في التوقيت ده عملت كده، لان خلاص ما هو مش معقول يعني احنا داخلين شهر 10 هو اتاخر بقى، احنا نشتي اتاخر قوي، ملناش علاقه. طيب خلينا نروح مقر جريده الشروق، وسالة حامد مراسلتنا العزيزه هتكون هناك عشان تطلعنا على معانا، سمعت الحديث شكلها. اهم الاخبار الرياضيه في الصحف، بس سالة في منشط من الجمهوريه عجبني قوي، يعني انت عارف في منشطات كده لبعض الصحفيين بيحبوا يكتبوها عشان بتبقى كاتشي يعني بتلفت النظر، فهي عجبتني. الكاراتيه المصري قال لك في بين قوسين في العلالي يا سيدي، خلينا نعرف تفاصيل، اتفضل يا سالة. صباح الخير يا نهواندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده ولكن من مقر جريده الشروق. هكون معاكم عشان انقل لكم يعني ابرز الاخبار الرياضيه سواء المحليه او كمان العالميه، وخليني يعني ابتدي معاكم. البدايه هتكون من جريده الاخبار تحت عنوان استبعاد محمود عاشور من قائمه الحكام الدوليين. يمكن اعلنت يعني لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم
عن يعني القائمة يعني لجنة الحكام، ويمكن يعني طبعا لجنة الحكام يعني هي تحت رئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، ويمكن القائمة الدولية دي للحكام هتكون للموسم الجديد. كمان يعني اللجنة أرسلت القائمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي هيعتمدها خلاص يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل. كمان القائمة شهدت يعني مفاجأة من العيار الثقيل، وهي استبعاد محمود عاشور الحكم المصري من قائمة حكام الفيديو. كمان يعني القائمة ضمت يعني 6 حكام في قائمة حكام الفيديو، رغم أن مصر يعني أنا هوندو كريم مخصص ليها بس يعني 3 مقاعد في يعني حكام الفيديو. يمكن القرار ده يعني جه تاكيدا لما ذكره يعني مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام، انه طلب يعني زياده عدد حكام الفيديو في لجنه الحكام للموسم المقبل. تاني خبر كمان معانا النهارده من جريده الجمهوريه، والخبر اللي انت اتكلمتي عنه ان هواندو هو حصد يعني 12 ميداليه متنوعه، والكاراتيه المصري في العلالي. يمكن نجح لاعبي المنتخب المصري او المنتخب الوطني للكاراتيه انه يعني يحصل على 12 ميداليه متنوعه ما بين الذهبيه والفضيه وكمان البرونزيه في منافسات بطوله سيريس اي التي اقيمت في تركيا. يمكن كمان لاعبي منتخب مصر يعني حصلوا على 4 ذهبيات كانت من نصيب الكاتا الجماعي السيدات، وكريم غالي في الكاتا الفردي، وكمان علا المدني في منافسات الكوميتيه وزن تحت 68 كيلوغرام، وكمان مؤمن محمد في وزن تحت 67 كيلوغرام. يمكن كمان الميدالية الفضية الوحيدة يعني جاءت من نصيب زياد محمد في الكاتا الفردي، بينما حصد يعني بقية لاعبي منتخب مصر 7 برونزيات من نصيب الكاتا الجماعي سيدات والكاتا الجماعي رجال. ثالث خبر معانا النهارده من جريده الراي، تونس في اختبار ثقيل امام البرازيل. يمكن زي ما كلنا عارفين الفتره الحاليه بيستعد يعني كل المنتخبات يعني حول العالم للمشاركه في بطوله كاس العالم لكره القدم 2022 واللي هتقام في دوله قطر. يعني كل المنتخبات في الفتره الحاليه يعني بيخوضوا يا هواندو يا كريم بعض التجارب الوديه عشان يستعدوا بشكل قوي لمنافسات بطوله كاس العالم لكره القدم. يمكن ابرز المباريات الوديه اللي هتكون النهارده هي هتكون مباراه تونس والبرازيل واللي هتقام في باريس ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. ويمكن دي هتكون تاني مواجهة يا هواندو كريم لتونس أمام البرازيل بعد يعني 50 سنة. يمكن كانت أول مواجهة ما بين المنتخبين كانت يوم 6 يونيو سنة 1973 بعد ما فاز يعني منتخب البرازيل 4-0. ويمكن كمان في مباراة اليوم يعني النجم البرازيلي نيمار هيسعى ان هو يعني يسجل 3 أهداف او هاتريك في مباراة اليوم، لان هو حابب ان هو يكسر الرقم يعني اللي حققه اسطورة كرة القدم والبرازيلي بيليه. يمكن طبعا اسطورة كرة القدم بيليه يعني احرز 74 هدف مع منتخب البرازيل، ولكن نيمار النهارده ان شاء الله يعني عايز يحقق 77 هدف في تاريخ عشان يتفوق على أسطورة كرة القدم بيليه. اخر خبر معانا النهارده هو رابع خبر من جريده الشروق، ديشان يطالب باريس سان جيرمان باراحه امبابي قبل المونديال. يمكن يعني دعا ديدي ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكره القدم كريستوف جالاتي المدير الفني كمان لفريق باريس سان جيرمان انه يسمح لامبابي بالتنفس قليلا او اراحته يعني الفتره الحاليه قبل خوض المنافسات بطوله كاس العالم لكره القدم 2022، لان امبابي يعني الفتره اللي فاتت او الفتره الماضيه شارك في العديد من المباريات مع فريق باريس سان جيرمان. يمكن في الفترة اللي فاتت شارك في 9 مباريات مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكمان دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكمان مع المنتخب الفرنسي يعني شارك في المباراة أمام النمسا ويسجل هدف وانتهت المباراة بهدفين مقابل لا شيء. ويمكن مع باريس سان جيرمان سجل 10 أهداف، فيعني كان مجهود كبير جدا الفترة الماضية عليه، فكان حابب أنه يريحه قبل منافسات كأس العالم. فيمكن طلب يعني المدير الفني للمنتخب الفرنسي من المدير الفني لمنتخب أو فريق باريس سان جيرمان أنه يريحه قبل منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. يمكن ديانا هواندو كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الأخبار يعني الرياضية سواء المحلية أو كمان العالمية. أكيد أنا معك يا هواندو ومعك يا كريم لو في أي سؤال، ولا أنا عودة مرة أخرى للاستوديو. لا تغطية يعني أعتقد كافية جدا منك يا سالة، شكرا ليكي، شكرا جدا. طيب
دلوقتي فرصه عظيمه للي يعني هواه الار والنبر على اللعيبه الاعلى داخلا في العالم دي. يعني الفقره اللي هنتوقف معها دلوقتي اللعيبه الاعلى داخلا في عام 2022. في المقدمه كان الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ب 125 مليون دولار، وفي المركز الثاني كان كريستيانو رونالدو ب 113 مليون دولار. والتفاصيل في هذا التقرير، تابعوا معنا. انا رايي ما نعلقش، ما فيش حاجه تتقال، ما فيش حاجه تتقال. هتقولي ايه؟ احنا نطلع فاصل. نطلع فاصل احسن. أسلم. ونرجع بعد الفاصل عشان نستقبل اول فقره وضيوفنا في ابطال رياضه بس في الجامعات. فاصل ونرجع نكمل. والله احنا حاولنا على قد ما نقدر نحط الميداليات، بس هو ما فيش امل لان الميداليات اللي جنبي دي ما اعرفش لو باينه لحضراتكم اهي. ده كل ده بتوع حسن بس. ما شاء الله. ده كل ده بتوع حسن بس. على كل حال جميل جدا ان انت تلاقي بجد يعني طلبه، وفي نفس الوقت مش طلبه بس، لا هم كمان ابطال في الرياضه. وهنا بنتكلم على مستوى الجامعات وطبعا مستوى الانديه، وهم جايين لنا دلوقتي عشان يكونوا معانا من اسكندريه من نادي سبورتنج ونادي سموحه. خلينا نعرف اكتر ونفهم كل ده، او الميداليات دي كلها جت في قد ايه، وازاي في موازنه ما بين برده الجامعه والمذاكره او الدراسه. خلينا نرحب بتسنيم عصام وهي طالبه صيدله وبطله جمهوريه في رمي الرمح، وحسن عصام انتوا اخوات ولا ايه؟ لا طالب هندسه وبطل مصر في السباحه. بونجور، نورنا. صباح الفل عليكم، سعداء جدا بوجودكم معانا. انا سعيد كمان بشكل استثنائي لان احنا بلديات بقى اسكندرانيه زي بعض. سعيد جدا كمان بالنجاحات والانجازات اللي انتوا عاملينها. نهاود ابتدت الكلام بتفصيله الفكره بتاعه الجمع بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي، وانتوا الاثنين طلبه في كليات من اللي هي بيطلق عليها كليات القمه، اللي بطبيعه الحال محتاجه مذاكره ومحتاجه يعني التزام شديد جدا، سواء صيدله او هندسه. فنبتدي معاك انت يا تسنيم، ازاي بتوازني في الحكايه دي بين الدراسه وبين التفوق الرياضي؟ هي الحقيقه يعني الجامعه كانت اكتر سبورت ليا، يعني هي موفره لي كل حاجه. يعني انا تقريبا من اول سنه ما فيش امتحان واحد امتحنته في ميعاده، والشفوي مكان العملي، العملي مكان الشفوي مكان النظري. كل الدكاتره يعني فول بروفيشنال، حتى الدعم من رئيس الجامعة، الجيم، السكن. بحاول أوظف يعني أنظم وقت ما بين أن أنا يعني أخلص دراستي وبعد كده أكل في مطعم الجامعة. الأكل برضو بيبقى سبيشال لينا عشان إحنا رياضيين. بعد كده وقت مخصص للتمرين بتاعي، عايزة أفك في البول. وقت مخصص برضو لو احنا عايزين نذاكر في ستادينج رومز في المدرسه. في المقابل بقى، حجم او مدى التفوق الدراسي في الظروف اللي انت بتحكيها دي، هل بقدر نجاحك في الرياضه؟ اكيد الجامعه موفره لي كل حاجه، يعني حتى الاجهزه اللي احنا بنتعامل بيها في المعامل يعني زيها زي الاجهزه جديده من طوكيو تك انستيتيوت يعني والجامعات بره مصر. فاحنا مش مجرد بس يعني جامعه عاديه، يعني هي بتتم يعني بتحطنا بحيث ان احنا نكون ما نتخرج نكون بروفيشنال ونكون متقدمين في سوق العمل احسن من اي حد. هايل. ده حاصل معاك كمان هندسيا؟ لا يعني الحمد لله يا الجامعه الحمد لله موفره لي كل حاجه، يعني المعامل برضو على اعلى مستوى جدا، وكرياضه ودراسه الموضوع فيه توفيق. الجامعه موفره لي، انا معايا منحه رياضيه، فانا بخلص اليوم الدراسي بتاعي يا دوبك بروح اتغدى ويبقى عندي البول او الجيم متاحين ليا في اي وقت اخشهم. فيا دوبك انا بخلص دراستي وارجع على طول اتمرن، اخش التمرين بتاعي وارجع اتغدى في مطعم الجامعه، اخلص في مطعم الجامعه ارجع اذاكر في السكن عندنا
وهكذا بقى كل يوم نفس الموضوع. انتوا جامعه خاصه ولا جامعه؟ لا احنا جامعه مصريه يابانيه. جامعه حكوميه بطبيعه خاصه. اوكي. تربط ما بين حكومه مصريه وحكومه يابانيه. اوكي. اوكي. اتفاقيه مشتركه. كويس جدا. بص بقى يعني انت والله لو تشوفوا المشهد انا وحسن قبل هو عمالين معانا الكوم يعني هو بيقول لي طب نحطهم ازاي؟ قلت له مش هينفع نحطهم، هاتهم جنبي يا حسن وهنبقى نشير عليهم يعني او نشير عنهم، لكن خليني اعرف يعني دي كلها رحله او دي كواليس او دي سنين من التدريب والصعوبات اكيد انت مريت بيها، نفهم اكتر يا حسن كل ده في السباحه والبطولات المختلفه اللي انت شاركت فيها. هي ديت الصراحه يعني سنين تعب كبيره جدا، حوالي تقريبا 4 سنين الميداليات ديت، ما بين تمرين ونوم واكل ويعني كميه مجهود كبير جدا الصراحه، ده مع المذاكره كمان والدراسه. يعني انا في ميداليات من ديت في ثانويه عامه جبتها، ويعني برضه في ثانويه عامه حطمت رقم مصر ورقم العرب في سباق 100 متر، فيعني ديت مجهود كبير جدا طبعا. ويعني كميه تعب يعني صعب جدا، بس يعني ما راحتش على الفاضي المجهودات دي كلها، ربنا كرم ومن واسع. طيب مش دايما بنلاقي بنات بيلعبوا يعني موجودين في العاب القوه، بس رمي الرمح يمكن ما بيبقاش فيه كتير بنوتات بيلعبوه، اشمعنى اخترتي رمي الرمح؟ يعني هي كانت لعبه مميزه بالنسبه لي، كنت حباها، تربط ما بين التفكير والتكنيك والجيم. يعني هي مش مجرد قوه؟ مش مجرد قوه لا. طب ايه مقادير النجاح فيها غير القوه؟ ايه تاني مطلوب من الرياضي عشان يبقى ناجح فيها؟ لازم سرعه، التكنيك بتاعها اهم حاجه، احنا بنتحرك من نقطه لنقطه ثانيه، اهم حاجه تفكر انت بتحاول ازاي تاخد قوتك من رجلك من صبعك توصلها لغايه صبع ايدك، الزاويه، تحمل السرعه، تحمل القوه، حاجات كتيره قوي يعني، مش حاجه واحده بس. طب تسنيم انت في صيدله، فستيل صيدله صعبه يعني، مش دراسه سهله ابدا، انت ناويه على ايه يعني؟ هل احنا هناخد الشهاده بعد كده خلاص، ولا هتكملي، ولا عايزه تبقي دكتوره صيدلانيه؟ لا طبعا انا عايزه اكمل في كارير الصيدله. عامه انا اصلا في ثانويه عامه كنت جبت فضه، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعه يعني كان اكتر سبورت ليا، هو انا وعدته ان انا هجيب الميداليه الذهبيه، وحقيقي انا مع ان صيدله يمكن اصعب بكتير من المدرسه، بس هو كان موفر لي كل الظروف ان انا اقدر اجيب ميداليه احسن. كمان الدكاتره بتاعتنا يعني فوق التحفه، هم مثل الاعلى. حلو فوق التحفه. جديد المصطلح اللي هو تحت المبهر. هما يعني دايما بيسبورت اس وبي مهم مهم الدعم ده جدا. انا حلمي ان انا اسافر جابان يعني عن طريق الكليه، هي اصلا في مبادره يابانيه ما بين جامعتنا وجامعات في اليابان ان احنا نقدر نسافر بره على حساب الحكومه في حاله التفوق، فانا عن نفسي يعني نفسي ان انا اكون حاجه كبيره، واكون يعني اسهم في تصنيع ادويه جديده بحيث الناس تشفى اسرع يعني. لا في تارجت كمان بجد، برافو، حلو ده. وهايل كمان فكره ان في تفاهم مشترك بين الجامعات او الكيانات التعليميه المختلفه، سواء كانت معاهد او كليات، وبين الطلبه المتفوقين رياضيا، يعني هايل قوي التنسيق ده، بينتج عنه ان بيبقى في مساحه كافيه بالنسبه لكم ان انتوا تتفوقوا رياضيا زي حالتكم انتوا الاثنين. مفكر في ايه في اللي جاي؟ بتخطط لايه؟ شايف نفسك عايز تعمل ايه بعد ما تخلص الدراسه مبدئيا؟ والمنتخب برضو لو في الحسبان يعني دي مهمه. انا يعني ان شاء الله ناوي اتخصص في كليه هندسه كمبيوتر انجينيرنج، بعدها ان شاء الله يعني بعد ما اخلص دراسه اطلع اشتغل مهندس. في نفس الوقت يعني مش هنسى السباحه، هكمل ان شاء الله في السباحه، احاول برضو زي تسنيم بالظبط اخد نفس المنحه ديت، يعني احاول اخلي الجامعه تدعمني في الممتحنات ديت. بس ان شاء الله يعني كمنتخب وسباحه انا ناوي ان شاء الله يعني اطلع بطوله العالم السنه الجايه ان شاء الله. هايل. واحاول ان انا انافس دوليا يعني ان شاء الله. حلو قوي. ايه اكتر الدول اللي فيها تنافسيه مع المنتخب المصري؟ اللي انت متخوف منها في البطوله الجايه ان شاء الله؟ يعني ممكن تركيا. تركيا؟ ممكن ايطاليا كمان. والمانيا. وكولومبيا. يعني هم دول جامدين جدا في السباحه. طب نسبه ان انت تتفوق على المنتخبات دي كم في الميه دلوقتي لو نقدر نقول عشان احنا ناخدها منك يعني فاهم وعد يا حسن؟ يعني النسبه قريبه جدا يعني، الارقام اصلا يعني فرق ثانيه ما بيننا وما بين الميداليه اصلا. طب وانت تسنيم يعني برضو مخططه لنفسك، انت قلت لنا جانب من ده، لكن بشكل عام هل الصح ان انت
تبقي مكملة في مجالين في نفس الوقت، ولا ممكن ده يكون فيه صعوبة بعد كده؟ حاجة هتيجي على حاجة فعلا. لا أنا شايفة أن أنا أقدر أكمل في كاريرين. يعني أنت في الدراسة الجامعة وملابسات الدراسة في الجامعة كانت مساعدك إلى حد كبير، بعد التخرج بقى؟ لا أنا وبالذات بالنسبة للبنات ممكن يبقى حاجة واحدة تستجد ينتج عنها تغيير كبير، جواز مثلا، فاهمة قصدي؟ يعني في حاجات أمور معينة ممكن تستجد تغير لك خطتك. أنت نفسك بقى حاطة خطة عاملة إزاي؟ انا يعني شايله الجواز من دماغي. ما جابتش رقم واحد. ما هو يا تختاري حد داعم ليك يا ملوش لازمه، يعني عارف في ناس بتيجي بتاخدك لتحت مش بترفعك. هل لازم يكون رياضي مثلا ولا مش شرط؟ لازم يكون سبورتيف، يعني لازم يكون مبسوط بنجاحي اكيد، وانا برضو اكيد سبورتيف يعني. بس انا يعني نفسي بعد ما اخلص ان شاء الله احضر ماسترز في بايوتكنولوجي. بايوتكنولوجي يعني علم جديد وفي حاجات كتير مستجده، يعني بتفيد الناس البشريه كلها وبتساعد في تصنيع ادويه جديده. والناحيه الرياضيه اذا ما قدرتش اكمل في الرياضه، اتمنى ان انا برضو يعني تمريني وتعبي برضو يعني انقله برضو واكون مدربه برضو يعني. حلو جدا. طب لو هروح معاكم لنقطه مهمه، يعني انتوا الاثنين بتتكلموا ان انتوا رحلتكم كانت لحد اللحظة دي حلوة وسهلة وفي دعم كبير جدا تلقيتوه من سواء في البيت أو حتى في الجامعات على مستويين يعني. بس عايزة أروح لنقطة تانية، إيه التحديات؟ إيه الصعوبات؟ إيه الأيام اللي قعدتوا فيها مثلا حاسين إن أنا نفسيا مش مظبوط، فكرتوا في لحظة إن أنا مش قادر أكمل مع ده وده؟ أكيد مريتوا بحاجات زي كده. بطولة كانت صعبة ما فزتش فيها فحسيت هو أنا لو كملت أصلا هوصل لإيه؟ انا عايزه اتكلم على الجانب ده. هبدا بيك يا حسن. بص يعني هو احنا في البطولات يعني بيبقى فيها المنافسه عاليه جدا عاليه، فانت لازم تبقى رايح متاهل نفسيا وجسديا، والتدريب يبقى كويس جدا ويبقى فيه ريكفري والحاجات ديت كلها. فيعني انا دلوقتي انا وانا في الجامعه انا الحمد لله متوفر لي كل الحاجات ديت. حتى يعني واجهتني قبل كده ان احنا عندنا المواد صعبه جدا وتقيله جدا طبعا. فكنت طالع بطوله الجامعات السنه اللي فاتت، اضطريت افوت اسبوع كامل في البطوله. فيعني كل دوت مواد راحت مني مش عارف هعوضها ازاي. فالحمد لله الجامعه في الحته ديت وقفت معايا في الحته ديت، ان هم يعني معيدين كانوا بيشرحوا لي الحاجات من تاني، دكاترة يعني الدكتورز كانوا يبعتوا لي فيديوهات للمحاضرات، كانوا بيسجلوا فيديوهات للمحاضرات. ده السبورت ده خلي بالك مش بتلاقيه في كل حتة أو في كل الجامعات. الصراحة عشان كده أنا سألتكم أنتوا جامعة إيه؟ يعني كان في مغزى من السؤال. مش موجود في أي حتة تانية الصراحة، يعني نادرا لما تلاقيه. وبرضه يعني عندنا المعمل اليوم ب 100 درجة. فأنا إن أنا يفوتني اليوم دوت صح 100 درجة يعني بقية الأبطال اللي أنتوا عارفينهم سواء في ألعاب القوى رمي رمح أو في السباحة اللي مش معاكم في نفس الجامعة ولكن في جامعات تانية في نفس المرحلة السنية يعني بيعانوا مثلا في مسألة الجمع ما بين الدراسة والتفوق الرياضي على عكس الحالة بتاعتكم، ولا برضو الجامعات اللي هم فيها من غير ما نقول أسماء مراعية أن دول طلبة من طلابهم ولكن هم أبطال في الرياضة وما ينفعش أن احنا يعني ما نبقاش داعمين ليهم، بتسمعوا إيه من الناس من أصدقائكم؟ يعني أنا بالنسبة لي في ألعاب القوى يعني الحقيقة يعني في البنات ما فيش يعني واحدة فيهم يعني مهتمه بالتعليم الجامعي قوي. يعني حياتهم مجرد رياضه. طب هسالكم حاجه لان فاضل دقيقتين وكل واحد يجاوبني. هنحط كده اولويات، الرياضه، الدراسه، الحياه الشخصيه اللي هي بما معناها الجواز والحياه الاجتماعيه. انا خلاص الاجابه واضحه، دي اخر واحده صح؟ الاثنين فترتبوا ايه ده او ده؟ ما ينفعش يعني افرق ما بين الرياضه والدراسه الاثنين، بس دي حاجه ودي حاجه. فلو حطينا يعني اولويه عندك انهي الاول؟ اكيد الدراسه، ده كارير اشتغل بيه. الدراسه الاولى فعلا. بس انتوا عارفين الاجابه دي لو كان في مجتمع تاني مثلا مش عربي كان ممكن يقول لك الرياضه الاول، لان الرياضه في بعض المجتمعات الغربيه هي الشغل او هي الكارير اصلا، انت مش محتاج ان انت تدرس. استيل احنا عندنا في مجتمعنا يا كريم برضه انت تتفق معايا، لا الدراسه الاول. حتى لو انا كنت بطل رياضي لازم اخد الشهاده ولازم اركز في ان انا اشتغل. بتشوفوا ده الفكره ان انا اوريدي انا حققت فعلا في الرياضه، بس انا نفسي ان انا احقق في كارير برضه في الدراسه، حاجه كرييتيف، حاجه ان انا بحبها، مجال انا نفسي ادخل فيه، نفسي اساعد الناس. فهي مش مجرد تحقيق نجاح في مكان واحد.
انت حابه ده وده، بيبقى ليكوا اصحاب في السباحه في دول مختلفه طبعا بحكم ان انتوا بتسافروا، الثقافه دي واحده ولا زي ما انا كنت بتكلم لا ممكن تلاقي حد بطل رياضي جدا في السباحه مثلا وما بيفكرش في موضوع المستقبل من الناحيه المهنيه؟ لا هي بتختلف يعني من دوله لدوله بالظبط، بس يعني بنسبه 70% منهم مركزين في الرياضه اكتر من الدراسه. بس برضو ستيل في نسبه مركزين في الدراسه، لان الدراسه هي اللي دايمه والكارير هو اللي دايم، لكن الرياضه انا هيجي لي اكيد فتره وهضطر ان انا اوقف يعني سن هيكبر. وكذلك الدراسه، ما انت برضو بعد ما بتنتهي من دراستك الجامعيه ولو عايز تعمل دراسات عليا وفي ناس على فكره بتحول تفوقها الرياضي لكارير مهني بعد كده. يعني انت ممكن بعد ما يعني تشوف ان خلاص الوقت بقى مناسب للاعتزال كلاعب او كسباح، لكن ممكن ده تكون بدايه كارير بالنسبه لك في التدريب مثلا. فاكيد برضو من ضمن الحاجات دي لازم يعني حاطينها في دماغكم ولا ايه؟ اوريدي حقيقه انا واحده واحده يعني بحاول ان انا لو في وقت فاضي معانا يعني زمايلي في عمر صغير شويه لو عندي معلومه زياده ان انا اساعدهم، زي ما اللعيبه اللي كانوا اكبر مني بستة وسبع سنين برضو او اكبر ب 20 و30 سنه كانوا بيفيدوني في الملعب. حلو جدا. نورتونا وجد الحمد لله على السلامه، بس انتوا هترجعوا تاني على اسكندريه صح كده؟ معلش بقى تعبناكم بس وجودكم بجد كان مهم. انا هرجع اسكندريه عندي بطوله بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليكم ونورتونا بجد. ثانك يو تسنيم وحسن، شكرا ليكم. طيب يا حضرات اولى فقراتنا الحواريه انتهت، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان ندخل معاكم بقى في ملف اهاني الاهلي اللي طبعا يعني عملتها مجموعه من محبي وعشاق هذا الكيان. خليكم معانا. طبعا كل واحد بيترجم حبه وعشقه للنادي الاهلي على طريقته الخاصه، وده بحذافيره اللي عملته مجموعه من عشاق النادي الاهلي اللي قدموا حبا في النادي مجموعه من الاغاني. من حوالي سنه كنا حتى ذعناها في القناه كانت اغنيه اسياد افريقيا، ومن حوالي اسبوع او 10 ايام كان ليهم اغنيه برده جديده اسمها الوقت الصعب. كان نفسنا الحقيقه يكون كل فريق العمل موجود معانا النهارده، لكن الحقيقه للاسف مش الكل موجود، لكننا سعداء جدا بوجود اثنين منهم، الاستاذ ادهم علي المطرب اهلاوي صميم ومنورنا كمان، الاستاذ محمد عواد وهو سيناريست وكاتب كلمات اغاني تحديدا عن النادي الاهلي. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. صباح الفل. صباح الجمال والصوت على فكره جميل بجد يا ادهم، انا مش بجاملك، الصوت قوي وحلو وعندك الحته اللي هي ما بين ممكن تغني شعبي وممكن تغني عادي. يعني ما شاء الله مش ناس كتير عندها الطبقه دي اللي فيها تنوع. ويعني استاذ برضو محمد انا بس عايز افهم سيناريست اغاني، يعني احنا عارفين سيناريست افلام بس نشرح سيناريست اغاني. وانا اصلا سيناريست افلام بس الاغاني انا ما بعملش اي حاجه الا للنادي الاهلي، لان ده عمل ده تايتل للنادي الاهلي. يعني ده عمل تطوعي، فانا بحط التصور بتاع الغنوه اللي انا عايز اتكلم عنها. طب ايه اللي خلاك تعمل كده اصلا؟ لا ده عشق الاهلي ده من وانا عندي 6 سنين مثلا، يعني لان الكابتن ماهر همام ساكن في عماره عمي فكان دايما لعيبه النادي الاهلي قدامنا، فهي بالنسبه لنا العيله كلها اهلاويه. بس يعني تخيل حضرتك احنا عيلتنا الى حد ما. ومن هنا قررت بقى ان انت تكتب. هو الاهلي بالنسبه لي عشق. اوكي. حتى حته ان انا انزل اغنيه يوتيوب او اعمل ارباح منها استحاله، طالما للنادي الاهلي او حاجه تخص النادي الاهلي ده عمل تطوعي خالص حبا في النادي ده. حبا في النادي ده. ونفس المحبه دي اللي خلتك تقدم اغاني جميله بالنسبه لك انت كمان. لا انا بالنسبه لي الموضوع مختلف خالص. يعني ازاي؟ كرويا انا اهلاوي يعني قبل ما اتولد. يعني انا اصلا نازل بعلم الاهلي زي ما بقول. زي الفل. يعني زي الفل. فدي ممكن تكون بتعمل لي احيانا مشاكل في شغلي، يقولوا لي ما تعرفش حد انتمائك وبتاع. ازاي ما اعرفش حد انتمائك؟ اصل في يعني في حاجتين انت لازما يعني قصادك دايما، بلدك النادي الاهلي على طول على طول، ما لهمش تالت. والله ما لهمش تالت. يعني واحد بيتولد اهلاوي غير كده بقى، يعني دي بتاعت الناس التانية الله اعلم. ما حصلتش معاك اي مواقف مش ولا بد يعني مع حد تاني غير اهلاوي لما عرف ان انت اهلاوي؟ كتير. يعني بعد الاغنيه بتاعت ارقص عشانه ده انا كنت عامل اغنيه دولاب البطولات قبل ارقص عشانه، بس ما اتذاعتش على قناه الاهلي، نزل سوشيال ميديا ونزلت قنوات اغاني والكلام ده. ما كانتش خدت يعني هي كانت اتسمعت كويس جدا. بس بعد ارقص يا شنو او اسياد افريقيا الموضوع اختلف. ليه؟ الاغنيه على القناه، الاغنيه عملت مشاهدات كبيره جدا، كل الناس الاهلاويه عرفوها وبيغنوها. فلما كنت اطلع مثلا في حفله غني ولا بتاع وفي اريا معينه، يعني اجي اغني ده ادهم علي مثلا ده بتاع اغنيه الاهلي وخصوصا ان فيها كلمه والقاضيه ممكن.
فيبتدي بقى رخامه عليا، يعني هتغني لنا حاجه للزمالك، انا مطلوب مني ان انا مش هغني حاجه للزمالك في الحفله في اللايف، انا اهلاوي يا جماعه. فده كان ممكن يعني ياثر عليها شويه طبعا. بس انت مطرب، يعني هقول لك حاجه ادهم، يعني احنا هنتكلم فار، انت عشقك للنادي الاهلي عارفينه من قبل ما تيجي معانا، ولكن انت كشغل انت ممكن تغني للكل، اصل جماهيرك مش جماهير واحده، يعني صح ولا غلط؟ بره النادي الاهلي يعني انا اغني للنادي الاهلي بس ككيان كنادي كمكان بشجعه، لكن غير كده نغني بقى نغني اي حاجه في جماهيرنا في كل حته. انما لا ما 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 غنيش للنادي تاني، بمعنى اصح ما غنيش لاي نادي تاني، ما ينفعش. ادهم صعب، خلاص ماشي. صعب مش صعب، هو مبدا يعني مبدأ بجد ما بيتجزقش. احنا فير في كل حاجه، بس مش كل المطربين كده على فكره. احنا عنصريين في الاهلي وعنصريين على فكره، دي حاجه تسعدنا على فكره، تبقى فاهم يعني ما تزعلناش خالص. حضرتك ممكن الناس بس بتفهم غلط، احنا عاملين الاغنيه باسامي لعيبه النادي الاهلي، بس اي حد يخرج بره النادي الاهلي من غير موافقه النادي الاهلي ما نغنيلوش. لا احنا بنقرا الفاتحه، احنا بالنسبه لنا كده يا جماعه، احنا جمهور مش واخدينها، انا اسف في اللفظ، احنا مش واخدينها شغلانه. انتوا الثالثه شمال جدا بس كده. هي انتوا الثالثه شمال بكل ما فيها من معاني. يعني انا اسف، يعني انا واحد من الناس، انا بحب النادي الاهلي واغني للنادي الاهلي، لو هعمل 10 اغاني في السنه ما عنديش اي مشكله، انما ان حد يخرج بره النادي الاهلي وانا يطلب لي ان انا اغني له او اعمل كده. طب احنا هنسمع ايه بقى النادي حلو الاهلي؟ حلوه عامه يعني استاذ محمد تاني. النادي الاهلي للنادي الاهلي ماشي، نبدا بحاجه للنادي الاهلي وبعد كده هنغني حاجات ثانيه. هنقول في الوقت الصعب عشان الظروف اللي احنا فيها وهي اللي موجوده وهي معانا فعلا. اوكي، هو الوقت الصعب عدى خلاص الحمد لله. ان شاء الله يعدي باذن الله وما يتكررش. لا مش لا اكيد هيكرر يعني، هو بس بقى بعد فترات يعني وان شاء الله ما يطولش. احنا نقول ان شاء الله ما يطولش. في الوقت الصعب مش بالكلام ولا بالاغاني بان الحب، في الوقت الصعب كلنا ايد واحده والانتماء طالع من القلب، كل النوادي لها جمهور والاهلي شعب، للاهلي شعب. اهلي 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 بس كده. طب ما تيجوا نسمعها بقى لو هي جاهزه يا جماعه، ممكن نسمعها نروح نسمع الوقت الصعب. بان الحب في الوقت الصعب، كلنا ايد واحده والانتماء باين في القلب، كل النوادي ليها جمهور والاهلي شعب، للاهلي شعب. حساب ورصيده ساري، مركبنا ماشية مهما قابلنا موج وعالي، لو ليلة ضلمة هتيجي وراها أحلى الليالي، أحلى الليالي. فوق الجميع الإنجازات مش من فراغ، دي تعب وجهد. فوق الجميع دايما مسابق في المبادئ وقيمنا جد.
يعني وملوش بديل. الاهل كبير ولا يوم يتبعوا كنوز الدنيا عليه قليل. لو يوم ينادي لاقي ولاده ردوا الجميل ردوا الجميل. نسر طاير فوق سماه للعالميه بقلب جامي ونجوم تيشيرته منوره تاريخ وشاهد. في الشده والفرح معاه بنروح نعاهد بنروح نعاهد. فوق الجميع الانجازات مش من فراغ دي تعب وجهد. فأثناء يعني مش الفاصل واحنا بنسمع الأغنية يعني جدار حديث كده سريع برضو في أدهم كان بيقول لنا إن هو بعد ما الأغنية دي نزلت بعدها تقريبا ب 24 ساعة أنت عملت حادثة. فمش عارفة بقى إيه اللي حصل يعني الملابسات ده طبعا غريبة جدا. وأستاذ محمد كان برضو بيقول حاجة عجبتني بصراحة بيقول لي أنا كان نفسي في حاجتين وتقريبا اتحققوا إن هو يقابل كابتن الخطيب بس أنت قابلته على الهامش كده في العزا ده ما تتحسبش. والحاجة الثانية إن هو يطلع في قناة الأهلي ودي اتحققت دي الحمد لله خلاص ونورتنا ونورتنا. بس هنرجع للنقطه دي بس ادهم ايه اللي حصل يعني الاغنيه ما شاء الله انت قعدت تقريبا اسبوعين بتكتبها الاغنيه حلوه جدا ونزلت ولقت يعني فيور شيب عالي قوي ايه اللي حصل لك بعد كده؟ هي الاول عشان بس نشكر الكروب بتاع العمل على فكره كل حد اشتغل في الاغنيه دي هو من الثالثه شمال اوكي من الناس جماهير الاهلي يعني الشاعر هاني الراوي شاعر ممتاز جدا وحد كويس جدا واهلاوي جدا 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 يعني من الناس اللي في المدرج اول واحد في الثالثه شمال. الملحن استاذ محمد الحسيني وده حد زملكاوي وحد محترم جدا. الموزع عمرو الخضري. الكروب بتاع العمل مصطفى ريكي حسن المصري وائل فهمي لوكا المصري لوكا الاهلاوي. الناس دي كلها اصلا اسمه لوكا الاهلاوي كمان. الناس دي كلها ثالثه شمال اساسا. الناس دي كلها من الثالثه شمال والناس دي كلها ساعد يعني بنقعد مع بعض كده يا جماعه هنعمل ده هنكتب ده ايه رايكم في الكلمه دي. فاحنا بنشتغل على كل حاجه يعني بنقعد بالتفاصيل ايه اللي ممكن الوقت الحالي يوصل للناس ايه القضيه اللي احنا نتكلم فيها. ما هو اصل الكيان احنا بنقول في الوقت الصعب الاهلي شعب طبعا احنا شعب الاهلي حلوه صحيح. جدا احنا شعب الاهلي المعنى حقيقي جميل جدا. بالمناسبه بقى ايه حكايه اغنيه اكرم توفيق؟ هو ليه جمله معينه اسمها قولوا ايه ما شاء الله هو بيقولها على طول على يعني على طول لازم ما شاء الله ها ما شاء الله ده إيه من هنا بقى دخلت مدخل الاغنيه هو لغه الشرقيه الشرقيه اوكي لغه الشرقيه يعني لهجه الشرقيه. احنا جينا قبل الماتش بتاع اللي هو النهائي اللي فات اللي كان ليه كواليس غريبه قوي بتاع الوداد جهزنا الموضوع واكرم مش موجود فقلنا يعني كنوع من انواع الدعم لاكرم هناخد الكلمه بتاعته. وكلمت هنا الراوي وكلمت استاذ محمد وكلمت محمود عادل قلازه اللي كاتب اغنيه اسياد افريقيا. ايوه اسياد افريقيا كلمات محمود عادل قلازه الحان تومي توزيع عمرو الخضري اللي غنت معايا فيها الاستاذه مريم الحسيني طبعا واللي غنى معايا في الوقت الصعب طبعا النجمه مروان ممدوح شاب صغير واهلاوي جدا برضو جميل عشان بس ما ننساش حد مروان من الاصوات الجميله قوي ربنا يكرمه ان شاء الله. المهم خدتوا الجمله دي او الكلمه دي وبقت مدخل الاغنيه خدناها فجهزناها قولوا هي ما شاء الله مش هحرقها عشان ان شاء الله الاهلي هيكسب البطوله الجايه هتنزل لا لا احنا جهزناها لما خسرنا قلنا طب هنعمل ايه؟ قلت لهم واحنا هنطول اغنيه موجوده البطوله اللي بعديها سواء يحصل حادثه بقى ادهم تاني لا ما هقعد اسبوع في البيت انت انت اتقلبت بالعربيه او حاجه ولا حصل ايه وقتها؟ لا انا اتخبطت بالعربيه يعني فنصيب يعني كنت بعد كده يعني ما مش هنربطها بالاغنيه ده كل شيء نصيب طبعا كل شيء قدري كل شيء قدري طبعا كانت ايام صعبه بس
هي صعبه. عايزه اقول لك علينا احنا كلنا يعني، حتى احنا كمذيعين قناه الاهلي كانت فتره صعبه. اي حد كان بينتمي تحس كان في حاجه، مش عارفه اللي راح عمل تحليل واللي اتصاب واللي تعب واللي عمل عمليه. والله صعب والله، هنا في حاجه مش يعني مظبوطه. واللعيبه والمذيعين عقوسات. نفدت طبعا الحمد لله لحد دلوقتي لسه الحمد لله رب العالمين. ربنا يستر عليك. بص حضرتك، الوقت الصعب ده بالنسبه لنا عشان جمهور الاهلي مش متعود على كده. طبعا طبعا. يعني احنا مثلا من ضمن التحفيلات اللي بنعملها على بعض في الفيس كنا بنسال يا جماعه انتوا بتناموا ازاي لما بتخسروا، احنا ما نعرفش. ما عدناش بالتجربه دي. يعني بص الوقت ده هو وقت بيحصل كل فتره زمنيه معينه. دي حقيقة على مر التاريخ. زي بالظبط الشمس بتلف 24 ساعه بيجي الليل 12 بيجي، فهي دوره. الدوره بتاعتنا الحمد لله 10 سنين، فلما تفلت مننا سنه ولا حاجه احنا بنعتبره خساره. في ناس تانية لو خدت بطوله كل 10 سنين بيقعدوا يغنوا ال 10 سنين التانيين لغايه ما ياخدوا بطوله. انتوا عموما يعني في حته الكتابه او يعني اتجاه الخطوه الاولى تجاه كتابه اغنيه جديده بيبقى مبني على تحقيق انتصار معين، ولا انتوا بتشتغلوا عليها قبل حتى ما البطوله تنتهي؟ طب اقول لحضرتك على حاجه. قول لي. احنا في البطوله اسياد افريقيا دي احنا بادئين قبلها بشهر قبل ما البطوله تنطلق. اصلا رحت النادي الاهلي يا جماعه انا عايز اصور الاغنيه دي جوه النادي. دكتور سعد شلبي حاجه فوق الوصف. شخصيه جميله جدا، كتب لي موافقه وحولها للاعلام. قال لي لا احنا ما نقدرش نصور قبل ما نفوز بالبطوله ونشتت. قلت له يا فندم احنا واثقين في فرقتنا وهنكسب. مع ان كان عندنا ماتشات جامده جدا يعني كمين. انت هتلاعب طبعًا. مين ومين طبعًا. ومين طبعا وهتوصل لمين؟ انت مش ضامن هتوصل لكايزر تشيفز ولا ايه طبعًا. بس انت واثق البطوله دي رايحه لك، انت حاسس احساسك كده البطوله دي رايحه لك. والبطوله اللي فاتت دي برضو بغض النظر عن ان كان المستوى، لا دي اللي هي ظروفها طبعا معروفه للجميع، بغض النظر عن ان المستوى كان والاصابات والكلام ده، بس انا عندي ثقه. انا الاهلي، انا مش هخسر. انا وصلت النهائي، انا هاخد البطوله. فدي بالنسبه لنا لما عملنا هي ما شاء الله احنا عندنا ثقه في الاهلي دايما. عظيم. ما بنهنش على الصوره. الوقت ابتدى يسرق. هو فاضل دقيقتين او دقيقه اهو، عايزين نلحق نسمع منك حاجه لان وقتنا خلاص تقريبا انتهى. بس مش لازم على فكره بقى تختم النادي الاهلي، خلينا نسمع على فكره برضو حاجه تعرفوها حضراتكم. ادهم يعني بيطرب حاجات في الانشاد الديني. يعني انا عارفه ده عنك. مش ده هي حاجه في الانشاد الديني نازله، بس انا عامل كليبات وعامل اغاني ثانيه. مش هنسمع انشاد دلوقتي، بس سمعنا حاجه انت. دي مفاجاه عشان مود النادي. بالظبط. هو مقرب طبعا برضه. دي هديه للقناه. انت رايي انت حابب نختم معاك بايه؟ زي ما انت عايز. ممكن نختم بحاجه دراما انا عاملها اسمها مين فينا. يلا بينا. ولا بلاش على الصبح؟ لا لا حلو على الصبح، بالعكس ده بيبقى حلو الصبح. ده دراما والله. دراما حلوه الصبح. انتوا اللي قلتوا. خش على الاحزان. خش على الاحزان. خش على الاحزان. كتاب قديم والله. خلاص ماشي اللي انت عايزه. لا خليك. ما فرقتش كتير. طب انا ابعتها للاستاذ كريم بقى. ومين فينا مش نفسه يطبطب مره على نفسه ويقول حقك عليا، غلطت بجد سامحيني وبعتك غصب عن عيني وده العيب اللي فيا. ومين فينا مش موجوع كاتم جوا عينه دموع وهو في الاساس ممنوع يفضفض مره مع نفسه، عايش في الحياه مضغوط وفي الساقيه كمان مربوط، مش ضايع الحياه وموت وضايع هو ذات نفسه. ومين فينا مش نفسه بس بجد كلماتها جميله. دي كلمات مين؟ دي كلمات استاذ فضل الراوي والحان الملحن اخويا طبعا النجم تامر حجاج وتوزيع ميدو اسلام. ويعني نزلت دي، نزلت الكليب بتاعها بيذاع على مزيكا دلوقتي. جميل. من ضمن البوم ابصم العشرة بتاعي يعني. الحمد لله. لا بجد كل التوفيق ليك يا ادهم ان شاء الله في اللي جاي. الله يكرمك. نورتونا وشرفتونا ومستنيين منكم بقى المزيد من الابداعات الفتره الجايه. في احنا الاهلي اللي جايه. ان شاء الله. احنا الاهلي لو مش عارفين ابطال افريقيا بقى لنا سنين جايين على الفوز، دايما ناويين نحلف على كده 100,000 يمين. ما تحرقش ده اول كوبليه. خليك حويط. في بيتها في بيتها. في بيتها. مفيش حوطان على الاهلي. ايوه احنا في بيتنا يعني. كتاب مفتوح. نورتونا واسعدتونا وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله.
واسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع ان شاء الله عشان نقرا بقى تعليقات حضراتكم ردا على سؤال السوشيال ميديا. خليكم معنا. والله طبعا المباراة طبعا كان أداء المنتخب أداء جيد، لكن طبعا ما نقدرش ناخد ان مباراة النيجر دي مباراة مقياس، لان فريق النيجر الحقيقة فريق برضو من الفرق اللي هي ما نقدرش نقول ان احنا يعني ده مقياس ان احنا نقيس مستوانا عليها يعني. واحنا كنا زمان المباريات دي ما كناش حتى يعني بنحط لها اي حساب يعني. لكن الاختبار الحقيقي هيبقى في المباريات الجايه ان شاء الله باذن الله، اللي نقدر نقول فعلا هل في اداء للمدرب الجديد، هل في اداء للعيبه. لكن الحقيقه نرجو ان شاء الله الاداء يكون ان شاء الله في صعود ان شاء الله باذن الله. مباراه جيده يعني، لكن طبعا احنا بنلعب فريق ضعيف جدا، ترتيبه على ما اذكر كان 119 على مستوى العالم، و لكن يعني الاداء لا باس يعني، لا بأس. مدرب يبدو عليه الجدية يعني. أنا الحقيقة من بفضل المدربين الوطنيين يعني. يعني واحد يكون مثلا مثال زي الجوهري، راجل شخصيته قوية. الأداء كان جيد يعني بالنسبة لنادي، أول مباراة للمدير الفني الجديد. فهو بيحاول يدخل عناصر جديدة للفرقة واضح يعني، بس كأول مباراة لي الأداء كان جيد. أما بالنسبة للمباراة الجاية اعتقد انه هو خصم سهل يعني، مش صعب، وماتش ودي، وممكن النتيجه تكون 3-4-0 او حاجه مثلا. هو طبعا في تحسن في الاداء وفي مستوى كان كويس في الماتش اللي فات، في تجانس، نتمنى الاستمراريه خلال الماتش الجاي بتاع ليبيريا، ويحققوا تجانس اكتر وتفاهم اكتر، ويكون مستوى الفريق مشرف لمستوى البلد يعني. والله يعني مباراة النيجر دي يعني احنا عشان نقيم اداء منتخب مصر الحقيقي، انا من رايي الشخصي ان احنا لازم نلعب فرق قويه على مستوى القاري او العالمي، مثلا زي الكاميرون او الجزائر او سنغال على سبيل المثال، عشان ده اللي هيقيم الاداء الحقيقي لمنتخب مصر. فاحنا يعني احنا توقعاتنا ان احنا الماتش جاي امام ليبيريا يعني يعني بناء على مكسب ماتش النيجر، ان احنا هم ان شاء الله ده مديهم حافز اكتر ان شاء الله في الماتش الجاي ان هم يقدروا يكسبوا ان شاء الله. وبالنسبه للمباراه اللي فاتت، هو برده احنا كده لسه تحت مرحله التجريب، وبرده المباراه اللي جايه هتبقى مرحله تجريب. انا شايف ان الاداء يعني انا مش شايفه الاداء اللي انا اتمنى ان احنا نوصل ليه، ما ارتقاش للمستوى ان انا بتوقعه يعني. اتمنى ان يكون المباراه الجايه كده يراعي بعض الملاحظات اللي هي ليها علاقه بالمباراه اللي فاتت، ويحاول يتجنبها ويحاول يقدم الافضل. اما بالنسبه للمدرب بشكل عام يعني، مع تقديري ليه وكونه مدرب اجنبي وكده، انا بعتقد ان اعتقاد شخصي يعني ان المنتخبات القوميه لابد ان هي تبقى قوميه من كل حاجه. احنا شفنا اراء مختلفه، كان لقاءات راندم جدا لبعض الناس اللي قلنا توقعاتكم ايه، تقدروا دلوقتي تقيموا الاداء لحد دلوقتي ازاي. الناس كلها تقريبا اجمعت على ان الموضوع صعب قوي ان انا يعني اقيمه دلوقتي، لسه بدري جدا، خصوصا ان المباراه القادمه يعني هي مباراه سهله جدا، او الخصم خصم يعني سهل جدا، مش منطقي ان انا اقيم اداء فيتوريا او اقيم اداء المنتخب على اساسه. ولكن المؤشرات الناس اجمعت على ده، ان المؤشرات يا كريم لحد دلوقتي جيده. يعني انت متفائل، في فرق بين لما انا ابدا موسم بتفاؤل، وفي لما ابدا موسم عندي علامات استفهام او عندي تخوفات من امور معينه ربما كانت في السابق موجوده. فده اراء. تعالوا بقى نشوف جزء تاني من الاراء في التويتس اللي اتبعتت. خلينا نبدا بقى يا كريم. جزء كبير من اللي انت بتقوليه متحقق بالكامل في تعليق من ابو العباس المهدي، بيكلم في نفس التفصيله، بيقول لك مباريات مستواها ضعيف مش مقياس لاي شيء سواء للمدرب او للعيبه، اتمنى تكون المواجهات مع فرق اقوى من كده عشان نعرف مستوانا الحقيقي بدل ما ننخدع بالفوز على فرق ضعيفه. زياد حمدي بيقول هو مدرب كويس بس لسه بدري، ما نحكمش من دلوقتي، ده لسه اول ماتش، لازم ياخد له 10 11 ماتش عشان نقدر نحكم عليه، بس في لمحات باين ان شاء الله انه خير.
طب انا الترتيب عندي غيرك خالص. مش عارفه. محمد عماد لسه بدري على التقييم والمنتخب، وبيتوقع 3-1. والسيد رجب بيقول بغض النظر عن ان لسه بدري عن التقييم، وده حقيقي، بس في لمحات كويسه زي ما كنا بنقول اهو، زي شغل الركنيات والبيلد اب، وان شخصيه قويه على الخط، واتمنى يقدم اللي منتظرينه منه في الفترات اللي جايه. عمر تامر بيقول في تطوير وتحسن على مستوى الهجوم، الله ينور. محمد جمعه لسه بدري عشان نحكم، برضو ده كلام مظبوط. احنا بنلاعب فرق مع كل الاحترام بعيد قوي عن تقييمنا وتصنيفنا الدولي، مع ذلك كل الدعم. على فكره ما هي في نقطه هنا يا كريم، فكره ان برضو احنا بنلعب مع منتخبات ضعيفه، دي كبدايه ذكاء من فيتوريا. يعني ده ذكاء من فيتوريا، ان انا ابدا بمباريات ما تقيمنيش كمدير فني، وفي نفس الوقت ما تحطش بريشر على اللعيبه وعلى المنتخب. انا لسه بفهم، لسه بتالف، لسه بتجانس. فهي دي، او ده كان من الذكاء جدا. اللي جاي اكيد هيكون في تقييم اكبر، بس ده مش غلط على فكره اللي فيتوريا بيعمله سو فار يعني. طيب مصطفى محمد بيقول بالنسبه لان دي اول مباراه ليه، فده اداء جيد، واتوقع فوز مصر 4-0. ما هو ممكن على فكره اكتر من 4 برضه، هو مش هتبقى مباراه يعني فيها تنافسيه قوي. عبده بن صالح ماتش كويس لكن مش مقياس برضه ابدا. مدرب برضه لكن مدرب خافير الجيري كسب النايجر 6 وبعد كده ودانا في داهيه. ودانا في داهيه في الامم. ماشي، ما علينا، بقيه التويت عندكم بقى حضراتكم. المهاجم عبده سمير زهران بيقول صباح الخير، ماتش كويس وهو مدرب جيد، واتوقع فوز مصر ان شاء الله 2-1. تحياتي من العياط، اهلاوي وافتخر. مصطفى كرم نفس الكلام تقريبا، ما نقدرش نحكم عليه من مباراه واحده. احنا شعب اصلا، لما المنتخب بيكسب المدرب هيبقى حلو، اما المنتخب بيخسر المنتخب وحش. دي حقيقه، ما نقدرش تحكم عليه دلوقتي، بس بدايه مباشره كلامه منطقي جدا برضو بصراحه. طارق مصطفى صادق بيقول صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهواند. اولا اداء المنتخب في المباراه الماضيه اداء جيد، بس ما ينفعش نحكم على المدير الفني طبعا والمنتخب دلوقتي، غير لما نلاعب منتخبات كبيره ويلعب كذا مباراه. واتوقع فوز المنتخب على ليبيريا 2-0 باذن الرحمن. هاني فتحي، مباراه كانت متوسطه المستوى، مصر هتكسب 3 والاداء هيكون جيد يعني. خلينا سريعا التويتات لو عايزه تتعرض، بس الوقت للاسف خلص. بس احنا شفنا دلوقتي التوقعات برضو زي ما كنت بقول لحضراتكم، ده كان وعد، هنشوف مين اللي توقعه كان صح. وعلى نهايه بقى كده كل مثلا 4 حلقات سوشيال ميديا نعمل سحب ونشوف مين اللي هيفوز معانا بحاجات رمزيه خاصه طبعا بالنادي الاهلي. الحلقه خلصت بالظبط كده، يا دوب نلحق نشكركم على حسن متابعتكم لينا، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله. الى اللقاء.